أنا ما بفهم كتير بقضايا الآخرة، بس هالمرة فهمت منيح. مو المهم شو اللي بدي إياه وشو اللي بدك إياه، المهم اللي بده يا ربنا. كل الزهر مغشوش له طرف واحد، لما بده يجي على غير طرف بتدور الدنيا بالعكس. الزهر بيجي محل ما بده، وانت اكيد عندك شي تقوله. يعني بدك تبحني؟ ما بيهمني ابدا، انا تخليت عن روحي وما عندي شي تاني اعطيه. الباقي عليك انت.